أستكمل معكم في هذا المجلس المبارك إن شاء الله تعالى بعض ما تبقى من حقوق الأخوة. تكلمنا في المجلس السابق عن حق الإخوان في المواساة بالمال، وهناك أيضا أيها الإخوة نوع آخر من المواساة، إنه مواساة في الإطعام والكسوة مثلا، وخاصة إذا كان حال الأخ يعني رقيقا ويغلب عليه الحاجة أو ما في معناها. يقول الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: لأن أجمع إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلى نفسي من أن أخرج إلى سوقكم هذه فأعتق نسمة. وعتق الرقبة أو النسمة معروف أجره عند الله تبارك وتعالى، من أعتق نسمة أعتقه الله تبارك وتعالى من نار جهنم إذا كانت هي ذكرا، إذا كان عبدا، وإذا كان أمة أعتق الله نصفه وشطره، أجر كبير جدا جدا. الإمام علي وهو من هو، هو من هو فقها وعلما وولاية وربانية، يقول: لأن أجمع إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلى نفسي من أن أخرج إلى سوقكم هذه فأعتق نسمة، رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان الإمام أبو سليمان الدراني قدس الله سره يقول: والله لو وددت أن هذه الدنيا كلها تكون لي ثم أجعلها لقمة وأخذها لأضعها في فم أخي. يريد أن يقدم له الدنيا كلها. إلى هذه الدرجة أيها الإخوة غلبت عليه المحبة والأخوة في الله تبارك وتعالى. وكان قدس الله سره أيضا إما أثر عنه، كان يقول: والله إني لأضع اللقمة في فم أخي فأجد حلاوتها في فمي. أبو سليمان الدراني قدس الله سره، هذا أبو سليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول مالك بن دينار البصري رضي الله عنه وأرضاه: دخلت أنا ومحمد بن واسع البصري، أيضا مالك بن دينار ومحمد بن واسع، هنيئا لهم أيها الإخوة ببعضهم البعض. مالك بن دينار يعيش مع محمد واسع، يعيشان مع الحسن البصري في نفس الفترة، لا إله إلا الله، يا ليتنا كنا معهم فعلا فنفوز فوزا عظيما. يقول مالك بن دينار: دخلت أنا ومحمد بن واسع البصري على بيت الحسن البصري أبي سعيد، ولم يكن ثمت، لم يكن موجودا. قال: فجعل محمد الواسع يفتش فوجد سلة تحت السرير فأخذها وجعل إيش يصيب مما فيها من طعام يأكل. فقلت له: يا رجل كف يدك حتى يأتي أي صاحب البيت. فلم يعبأ بقولي وأقبل على الأكل، وأقبل إيه على الأكل. فلما جاء الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه نظر وكأن الله ألهمه ما وقع، فقال: يا مويلك، يخاطب مالك بن دينار: يا مويلك، هكذا كنا لا يحتشم بعضنا بعضا، ما كانش في بينا تكلفة، بيت أخي مثل بيتي، أخذ من نقوده من أكله من لباسه كأنني أخذ من بيتي، لا يحتشم بعضنا بعضا حتى ظهرت أنت وأصحابك. أنتم في نزول، معناها أنتم إيه في نزول، نحن كنا خيرا منكم. وهكذا كان الصحابة. لذلك كان يعني الحسن البصري قدس الله سره الكريم كان له باب فإذا فتحه فهو إذنه، كان له باب فإذا فتحه فهو إذنه. ما معنى ذلك؟ يعني فتحه الباب علامة على أنه يأذن لكل أحد أن يدخل وأن يلج، أن يدخل ويلج هذا البيت. ففتحه يوما فجاء أعرابي، الأعرابي يعرف هذه الخطة يعني، فأصاب أيضا مما في البيت من طعام، أي شيء أخذ جعل يأكل الأعرابي هذا. فلما عاد الحسن البصري ورأى الأعرابي وما فعل جعل يبكي، الحسن وقف يبكي قدس الله سره. فقيل له: ما الذي يبكيك يا أبا سعيد؟ قال: رحمه الله، رحم الله هذا الأعرابي، لقد ذكرني أخلاق قوم مضوا. هكذا كان عن الصحابة، الحسن البصري أدرك عشرات الصحابة، قال: هكذا كان الصحابة، سبحان الله، يأتي أحد بيت أخي من غير استئذان، يأخذ يأكل يتصرف كأنه في بيتي، أخوة حقيقية. كما قلنا في الدرس السابق عن عبد الله بن عمر قال: لقد غبر أو مضى علينا زمان ما يرى أحدنا نفسه أحق بالدينار والدرهم من أخيه. لا، في دينار ودرهمي هو لي هو لأخي، أخي يتصرف فيه كما يريد من غير إذني. هكذا كانوا إخوة حقيقيين، كانوا إخوة حقيقيين. إنما المؤمنون إخوة، شوف إنما الله يؤكدها، إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إخوان كما قال في آل عمران: فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه في مرحلة متقدمة كانت أيها الإخوة، في مرحلة متقدمة في البداية، يعني في البداية الله جعلهم إخوانا لأنهم كانوا يتقاتلون أصلا ويتهارجون، فالله أزال الإحن والمحنة والعداوات والشنآن من بينهم فصاروا إخوانا. لكن لما ترقى بهم الحال آضوا إخوة تانية. والفرق بين إخوة وإخوان
أن الإخوة تقال لمن أيها الإخوة؟ تقال للإخوة الذين هم إيه؟ من الصلب في الدم، تقال إخوة. الله أكبر. فالمؤمنين إخوة، المؤمنون إخوة هكذا مثل أخوة الصلب والدم. نعم، هذا لما ترقى بهم الحال. قال رحمه الله: لقد ذكرني أخلاق قوم مضوا. وأما عبد الله بن مبارك فلا أدري، في درس أو في خطبة ذكرت قصته من قريب، من أشهر يسيرة جدا، رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله ابن المبارك إمام المحدثين وشيخ الإسلام معروف ابن المبارك رحمة الله عليه. فكان إذا أراد الحج من مرو، وهو من هو مروز يعني، كان إذا أراد الحج من مرو يقول للناس: من أحب أن يحج معي فليأتي. فيأتي ما قدر الله تبارك وتعالى، عشرات أحيانا أكثر، المهم يأتي ناس كثيرون يحبون أن يحجوا في صحبة هذا الإمام، إمام كبير جدا جدا، علامة، شيخ الإسلام، وفقيه كبير، ومحدث، ورجل صالح من أولياء الله. أحسن شيء أن تحج معه، ما عرض لك من أمر أو من مسألة وفتوى فمعك شيخ الإسلام، إيش بدك؟ ورجل صالح طبعا، الله عز وجل يعود ببعض بركاته على ما يصحبه، وجعلني مباركا أينما كنت، المؤمن مبارك بإذن الله، يلقي بظلاله وبركته على من حوله من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فكان يقول لهم: هاتوا نفقاتكم، فيأخذ منهم النفقات يضعها في صندوق كبير، ثم يذهبون إلى الحج. طول الطريق أيها الإخوة، وفي سفر الحج، وفي مكة، وفي المناسك كلها، ماذا يفعل؟ ينفق عليهم، هم يظنون أنه ينفق عليهم من نفقاتهم، ويطعمهم أطايب الطعام. وكان معروفا عنه قدس الله سره أنه يطعم إخوانه ومن حوله ومعه أطايب الطعام ويكون صائما. شوف السخاوة، سخاوة نفس السماح. خلوه مش ينتظروا للمغرب اللي صايم يفطر معي، لا بالعكس، يطعم الفطور والغداء ومن أطايب الطعام وهو صائم ممسك، يحب يتقرب إلى الله. وكما نقلنا أيضا في مرات عن الإمام عبد القادر الجيلاني قدس الله سره أنه جعل إنفاق المال وأطعام الطعام من أقصر الطرق إلى الله، على الأقل هو صار في هذه الطريق. وكان الشيخ الجيلاني كريما جدا، يقول: ماذا أفعل؟ لا تلوموني، يدي كفي مخروقة، لا تمسكوا شيئا، تحط فيها دمير وتنزل، ما فيش، تأتي الأموال هائلة أحيانا ما في يتصرف فيها باستمرار، ولا تجب عليه الزكاة. وكما قالوا: الزكاة لا تجب على الكريم الحر. الله أكبر، الرجل الكريم الحر ما تجب عليه الزكاة، لأنه ما فيش عنده نصاب، باستمرار يعطي، ما في، لا يحول حول على نصاب عنده، كريم حر هذا. الزكاة، وهل تجب الزكاة؟ كانوا يسألون: وهل تجب الزكاة على كريم الحر؟ ما في، لو كنت كريم حرا ما تجب عليك الزكاة، لأن هناك حقوق سوف تستنفذ أو تستغرق هذه الأموال، حقوق الإخوة والناس والبلد والإسلام وإلى آخره. المهم ينفق عليهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إذا فرغوا من مناسكهم وحجهم وعمرتهم اشترى لهم ما شاءوا، ويسألهم: ماذا تحبون أن نشتري لكم الهدايا لأولادك، لأهلك، لإمائك، لجيرانك، لقراباتك؟ فيشتري لهم الهدايا الكثيرة لهذا ولهذا ولهذا ولهذا. حتى إذا عادوا وصاروا إيش إلى بلدهم، دعاهم في يوم جامع إلى طعام، يصنع لهم طعاما مأدبة كبيرة، ويدعو الحجاج الذين حجوا واعتمروا معه. طيب، وبعد ذلك إيش؟ يكرمهم بهبات، يعطي هذا أيضا إيش 100 دينار، هذا 10، هذا 100، هكذا من عندي، يقول هدايا وأكسية ألبس لهم سوا، ثم يفتح الصندوق ويقول: هذه نفقاتكم أعيدها إليكم، ما أنفقش منها ولا فلس. اسمه فلس مش فلس، فلس. يعيد إليهم نفقاتهم موفورة مصونة كما هي. إيش هالكرم هذا؟ إيش هالناس هذه يا أخي؟ طبعا، ولك كيف أصبح إماما في الدين؟ مش كل إنسان يصير إماما في الدين، بتكون فعلا من أولياء رب العالمين تبارك وتعالى، إنسان رجل إلهي. فعلا هؤلاء هم الرجال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، من حقوق الإخوة أيها الإخوة والأخوات بارك الله فيكم، قضاء الحاجات، أن تقضي إلى أخيك حاجته، إذا عرضت له حاجة أن تحاول تستفرغ جهدك ومكنتك في قضاء هذه الحاجة بكل السبل. يقول عليه الصلاة وأفضل السلام في حديث صحيح، إسناده صحيح، يقول: أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، أحب العباد إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على قلب المسلم. هكذا يعني، السرور يدخله المسلم على قلب المسلم، وأحب الأعمال إلى الله سرور يدخله على قلب المسلم، أو يقضي عنه دينا، أو يسد له جوعة، ولا أن أمشي في حاجة أخي المسلم خير لي وأحب من أن أعتكف في هذا المسجد، أي مسجد؟ مسجد رسول الله في المدينة صلوات الله وتسليماته عليه، خير وأحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد
شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة. من كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى. يستطيع، يعني عنده قدرة السلطان أنه إيش ينفس عن غيظه. قالك ولا بد إيش للمغضول أن ينفس، ينفس عن غيظه. ملأ الله قلبه يوم القيامة رجاء، رجاء في رحمة الله وفي مغفرة الله وسمحه وصفحه لا إله إلا هو. ثم قال مرة أخرى عليه الصلاة والسلام في آخر حديث: ومن مشى في حاجة أخي، مرة أخرى عاد إلى الحاجة، في منتصف الحديث قال إيش كذا كذا الشهر هذا، ثم قال في آخره: ومن مشى في حاجة أخيه المسلم حتى تهيأ له أثبت الله. في رواية ثبت الله نفس الشيء، هنا قال أثبت يعني ثبت، أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. أين تزل الأقدام؟ على الصراط، أو موقف مخيف، تزل الأقدام على الصراط. الذي يريد أن تثبت قدمه على الصراط جيدا وأن يسير كالبرق فليسعى في قضاء حوائج الإخوان، كل الحوائج، أي حاجة لأخيك تستطيع أن تقضيها لا تقصر، وما تقولش إيه هل جزاء اللي شو اسمه اللي وإذا أنت أكرمت اللئيمة. لا، ما في الكلام هذا، ما فيش عندنا في الإسلام إيه شريعة المتنبي، شو كان الفرق هذا؟ الله قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من رب العالمين، أنت ما تنتظر الإحسان من الناس، أنت عملت هذا لله، شكر أو كفر أنا لا يعنيني، خليه الله يسأل عليه بعود بفهم هو، أنا ما بدي منه شيء، أنا أصلاً ما بدي، لو أنت عملته وتنتظر منه شيء ما لكاش ولا شيء عند الله، إلك ما انتظرت، الإحسان أو الكفران، اللي بيجيك منه عاد مشكلتك، بس إذا عملت لله ما تبقاش تتمنى عاد، وصل على شريعة المتنبي، وإن أنت أكرمت إيه اللئيم تمرد، بلا لئيم بلا كريم، ما بدنا لله عز وجل، عمل شيء إلا وانسنا. خلص، فهذا إيه؟ يثبت الله جل به قدمك يوم القيامة. قال أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق آخر حديث، آخر جملة في الحديث، حديث عجيب، حكم حكم منظومة هكذا ومتناسقة. قال وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل الزيت. طبعا أن تكون عابدا وزاهدا قائما مصليا صائما إلى آخره، أيوة، وبعدين على خلق سيء. الخلق كما قلنا في خطبة أكثر شيء أثر مع من؟ مع الله ولا مع الناس؟ أكثر شيء مع الناس، الخلق مع الناس، إذا في خلق سيء مع الناس ما في، يفسد عملك كما يفسد الخل الزيت والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا هو. ولذلك أيها الإخوة، قضاء حوائج الإخوان عمل كبير جدا وقربة جزيلة يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. ولذلك لما هذا حديث تعرفونه، حديث لطيف، لما جاء أحدهم عبد الله بن عباس وأراده في حاجة أيضا أن يقضي له حاجة، إيش الحاجة هذه؟ هذا رجل مدين ركبه دين، وغريمه أي الدائن يطالبه ويلح عليه، أرجع لي ديني، أقضيني ديني، أعطيني ديني، يلح عليه وعندوش مسكين، فقال لك الشفع، الشفع بمين؟ بابن عباس شفيع، يعني يروح له يا أخي بهمش، فنظر إلى ميسرة، أنظر أخاك قليلا، أصبر عليه قليلا يا أخي، فجاء تشفع لابن عباس، هذا اسمه الشفاعة، في الدنيا ما في شفاعة، غير شفاعة القيامة، موضوع آخر، فابن عباس قال له نعم، نعم ونعمة عين، على راسي من فوق أنا حخرج معك، وكان ابن عباس معتكفا في المسجد، في مسجد رسول الله في المدينة معتكفا، وكان شابا صغيرا غلاما، بس شو الغلام هذا؟ معتكف وعالم وفقيه ومفتي ومفسر القرآن والناس تقصده في الحاجات ولا يرد ولا يخيم، والآن حتقول لي من وين تعرفت انه كان غلاما؟ شو احنا الآن سوف نعرف الحديث. فأخذ ابن عباس عليه وخرج، فقال أحد من كان حاضرا للرجل: بئس ما فعلت يا عبد الله، لقد قطعت على ابن عم رسول الله اعتكافه، كان معتكفا الرجل. ابن عباس ما قالوش انا معتكف ويلا بهمش لوجه الله يحرجوا، ما قالوش حخرج معاك. الزلمه مش عارف انه قضى عليه اعتكافه، ما عارف، فخرج. فهذا الرجل اعترض وقال له: بئس ما فعلت يا رجل، يعني لقد قطعت على ابن عم رسول الله اعتكافه. قال له: يا اخي لا تقول هذا. ابن عباس قال للزلمه: ما هذا كلام؟ لا، هذا كلام غير صحيح، لقد سمعت صاحب هذا القبر والعهد به غير بعيد وبكى فاضت عيناه. تذكر النبي كلمة والعهد به غير بعيد، مع النبي متوفي له أشهر أو حتى سنوات معدودات، يعني عباس لسه كان شاب صغير 14 15 16 17 بحسب الفترة هذه، دون 20 طبعا قطعا، شاب صغير وعلى فقه هو علم ودين وكذا، وواجهها بين الناس، يأخذ شفيعا في قضايا كفر طبعا، ويحضر مجالس مين؟ مجالس الشورى، عمر كان يجلسه ويحضره أهل مجلس أهل الشورى، واعترضوا بعدين عمر أثبت لهم أنه لا لازم يحضر هذا، وأحسن منكم هذا بيفهم أكثر من أكثركم، وبالبرهان أثبتهم، حديث البخاري معروف. المهم، لقد سمعت صاحب هذا القبر صلوات الله وتسليماته عليه والعهد به غير بعيد وفاضت عيناه يقول: من مشى في حاجة أخيه المسلم كتب له أجر اعتكاف شهرين
في الحديث هذاك الصحيح قال شهر، وأنا قال شهرين. آه الله أعلم، قد يكون هذا إيش يعني يحمل على من مشى وتهيأت، لكن هنا قال إيش حتى تهيأ، الله أعلم كيف، لأن في بعض الأحاديث حديث أبي ذر قضيت أو لم تقض كمان لو الرجل، لأنه استفرغ وسعه وعمل ما عليه والباقي على الله تبارك وتعالى، الله أعلم بحقيقة ذلك يعني، أو قد يكون بحسب النية أو بحسب عظم الحاجة طبعا، وما تتشمه أنت إيش من عزة النفس مثلا أو من الجاه أو من كذا. أحيانا على فكرة الوجاهة مش شغل سهل، نتيجة الإنسان وجيه ودول روح وتوسط لي شغل صعبة جدا جاء الإنسان الكريم بالذات، طبعا هذا نوع من الشحاذة يعني، بيروح بيشحذ قاعد إيه فضل مش له لآخر، ولن يكسف ولن يخيب، لكن مهما يكون هذا مكلف جدا جدا. إياك تدخل إنسان له قيمة واحترام إلا إذا كنت مضطر، مش ببساطة تعال يا أخي والله اتوسط لي تعال اعمل لي، هذا شيء غير لطيف، إلا إذا كنت مضطر إلى ذلك وفي شيء بيستاهل وعلى قدره، ما تجيش في شغل تافه تجيب إنسان عظيم في شيء تافه يعني، ما كويس هذا. ولذلك لما قيل إيه لرجل كبير والله يا سيدنا لنا إليك حويجة، قال اطلبوا لها رويجلا، شوف الحكمة وين، لنا إليك حويجة شكله صغير، قال شوف له واحد صغير، أنا مش صغير أنا في شغلات كبيرة، عشان برضو تحترموني احترامي بين الناس، أنا ما تدخلنيش على الحاجة على البارد رايح جاي في مشاكل تافهة. قال اطلبوا لها رويجلا، الحويجة هذه بدها رويجل، إحنا رجال للحاجات بالتفخيم المفخمات. المهم قال كتب له أجر اعتكاف شهرين في مسجدي هذا، ومن اعتكف يوما، بدنا نشوف ايه اجر اعتكاف يوم عاد مش 60 يوم، اجر اعتكاف يوم، ومن اعتكف يوما في مسجدي هذا بعد الله بينه وبين نار جهنم 60 ايه خريفا، 60 سنة اعتكاف يوم، كيف 60 يوم؟ قالوا يا الله ايش الاجر هذا؟ سهل، تستطيع هذا الاجر، كل يوم تستطيعه، اخذ الحاجات يا اخوانك، اخذي بمالك بجاهك ببدنك بأي شيء بالواسطة بالتليفون اللي تقدر عليه، اخذ الحاجة إن شاء الله، أو اسعى في حاجة إخوانك حتى قضيت أو لم تقضى كما في الحديث الآخر بإذن الله، ولك مثل هذا الأجر بإذن الله إذا صحت النية، إذا صحت إيه النية منك بإذن الله. نسأل الله أن يصح إيه نوايانا وأن يمحض إيه مقاصدنا. نعم هكذا، فالحديث في قضاء الحاجات كثيرة جدا يا إخوان، اكتفي لكن بهذا إيه القدر. نعم عبد الله بن عثمان رضي الله عنه وهو شيخ البخاري، أحد مشايخ البخاري وهم كثر بالمئين، شيخ جاي اسمه عبد الله بن عثمان، يقول رحمة الله عليه: إذا استقضاني أخي حاجة، إذا استقضاني يعني طلب مني قضاء حاجة، إذا استقضاني أخي حاجة له سعيت فيها بنفسي، فإن تم يعني الأمر، أمر الحاجة ما قالش فإن تمت، فإن تم الأمر يعني الشأن، فإن تم فبها وإلا سعيت له بمالي، فإن تم فبها وإلا سعيت له بإخواني، استعنت بالإخوان، بشوف في إخواني ناس عندهم يمكن جهة أكبر مني، ناس عندهم وسطات مع كذا، بستعين بالإخوان حولي، فإن تم وإلا قصدت له السلطان، بروح على الخليفة. يا الله سبحان الله، ما قال بحاول أساعده بنفسي بالبقدر علي أنا، ما نفعش بدفع فلوس، بدفع فلوس عشان أخذ الحياة، ما نفعش بشوف إخواني مين بقدر يساعد الأخ هذا في الشيء، ما نفعش بروح على الخليفة، بطلب من موعد بعد أسبوع شهر شهرين لما أصل الخليفة نفسه وحتكلم معه في الموضوع هذا. يا عيني إيش هالمروءة هذه، إيش هالمجادة، هذه الرجولة الماجدة، هذه الرجولة المهال. عبد الله بن عثمان شيخ البخاري رضي الله عنه وارضاه، شيء غريب يا إخواني، شيء غريب. مولانا أبو حامد الغزالي قدس الله سره يحكي في إحيائه عن بعض السلف أنهم كانوا يتفقدون عيالا وأولاد إخوانهم بعد أن يموتوا، يعني يقول في الله بكون مات هو، فيبقى يتفقد أهله وعياله بعد أن يموت لأربعين سنة حتى يموت هو، يقول حتى ما يفقدون منه، هذا مش حتى للناصب، حتى ما يفقدون من إلا إيه إلا عينه، يعني إلا الجسم فقط، يعني هم فقدوا إيش من أبيهم جسمه، لكن الرعاية المصروف الطعام الشراب الملابس المال إلا الاهتمام هذا كله موجود كأن أباهم لا يزال حيا. يدعى الأخونا تعليقا مهما جدا انتبهوا إليه لأنه فعلا مهم، الخزي الذي جلل هذه الأمة اليوم، ما نقدرش ننكر إنه الأمة خزيانة اليوم، خزية وهي خزيانة، كيف مش خزيانة وفلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان وغيرها 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 على ما تعلمون من الحال، خزي خزي كبير اللي بصير في المسلمين اليوم، تعرفوا أحد أسباب هذا الخزي، أسباب كثيرة طبعا، لكن أحد أهم أسباب هذا الخزي هو أن هذه الأمة فقدت إيش التشاور، أن يشعر بعضها ببعض، أن يحنو بعضها على بعض، أن يرحم بعضها بعضا، أن يصل بعضها بعضا، فينا مضيعون كثيرون وهذا سبب الخزي، في أكباد جائعة لا تجد إيه ما تأكل أيها الإخوة، أبدان عارية لا تجد إيه ما تلبس، تحت السماء الكاشفة أو المكشوفة لا تجد إيه ما تسكن ولا ما يسترها،
في وفي 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 وكم 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 أيها الإخوة. وهذا سبب من أسباب الخزي. وأمك هذه لابد أن تخزى. ما تطلب العزة مستحيل، تقول يا رب عزة إيش؟ لا لا، أنا في الأول ارحموا بعضكم، ارحموا بعضكم بعضا حتى يرحمكم الله. الراحمون يرحمهم الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. وأيما أهل محلة باتوا وفيهم جائع وهم يعلمون إلا بريئت منهم ذمة الله. الله ما بعثر فيهم، ما بعثر فيهم، يروحوا في 60 ثانية الله بقول، وبصلوا حتى إن شاء الله بقوموا الليل. النبي قال مغارب بقوموا الليل كمان، بس إيه ما شاء الله شبعانين، وفي واحد بايت جعان ومستعلين فيهم عارفين، بريئت منهم ذمة الله. الله ما بعتر بأنه هؤلاء عباد الموحدون، بعترفش فيهم. هذا الهمل سقط، سقط المتاع. تعرف السيدة خديجة عليها رضوان الرحمة وعليه السلام، إيش قالت لأمام الرسول عليه السلام حين فجاءه الوحي في غار حراء لأول عهده به لأول مرة؟ قالت والله لا يخزيك الله أبدا، وذكرت له جملة الصفات. هذه الصفات من فعلها لا يخزى، ومن لم يفعلها مفهوم الكلام يخزى. وهذه الأمة لا تفعل هذه الصفات، فهي خزيانة وندمانة وأسوانة ومحزونة لأنها لا تفعل هذه الصفات. إنك لا تقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتطعم الفقير وتعين على نوائب الحق، نوائب الزمان يعني. هذه الأشياء كلها من فعلها، حتى الفرد الآن إذا واحد فرد فينا يفعل هذه الأشياء بإذن الله لا يخسر ويبقى عزيز الكريم في الدنيا والآخرة. والله عز وجل بلطفه اللطيف، لا إيه إن ربي لطيف لما شاء، لا يسمح بلطف قدره وقضائه، لا يسمح له أن يقع هذا وأن يصبح ضحوكة أو شماتة للناس. يبقى دائما عزيزا واقف على رجليه بكرامته بماء وجهه، ولا يخزى إن شاء الله، لن يكون خزيا لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا أرادت الأمة في مجموعها أن تكون أمة مهيبة عزيزة غير خزيانة، فعليها أن تعمل بهذه الصفات على الأقل فيما بين بعضها البعض. هذا معنى مهم جدا وملحظ دقيق جدا أيها الإخوة. لذلك كانوا عزيزا، أمتنا كانت أمة عزيزة فعلا. إيش هذا؟ إيش هالأسطورة؟ هذه أسطورة، هذا الكلام لا يصدق، لكنه حق والله، وما هو بالظنون ولا بالبواطين. هذا حق أيها الإخوة. يتفقد أهله، أهل صديقي وعياله 40 سنة بعد أن يموت، إيش هذا يا أخي؟ في ناس ما بيقدرش يتفقد أهله، هو الرسالة بمل في الأخير ويضيع أولاده، بطلق مرة تبقى روح لبر حالك أنت. كما قالت ثعلبة بنت خولة في زوجها أوس بن الصامت، قال إن ضممتهم إلي جاعوا وإن ضممتهم إليه ضاعوا. في أباها إذا يأخذ أولاده بضيعهم، ما عندهش حس المسؤولية أولاده. يكون عندك حس المسؤولية على أولاد أخيك في الله، مش أخوك في الدم حتى، هو ليس أخاك في الدم، هو أخوك في الله تبارك وتعالى. 40 سنة، 40 سنة يتناوب عليهم. وفي بعض الحكاية وهذا أعجب، لم يرى فيها وجه أهل أخي ولا مرة الشيطان يلعب كذا. طيب مدام أنت شوف لك 20 سنة تتفق عليهم، يعني أنت حق بها تزوجها يا أخي. كلها أبدا، يعمل هذا لله فقط، ما عندوش أي معرب ولا وطر آخر. يأتي 40 سنة يطرق الباب، تفضل يا أختي يا أم فلان، واذهب. لم يرها ولم تره. إيش هذا؟ إيش هذا؟ إيش هذا؟ هل بده يخش جهنم؟ لا والله لا، صح، مستحيل، مستحيل من هذا، مستحيل هذا يمسه لفه جهنم إن شاء الله تعالى. مستحيل عند الله تبارك وتعالى، مستحيل. الله يقول له أنت عبدي، أنت عبدي، هاي العبودية، أنت أنت من أحب. هذا هذا فخر يا أخوان، هذا فخر لسيدنا محمد. أنا متأكد النبي سيفخر بأمثال هؤلاء، هيوقفهم ويقول هؤلاء فخري يوم القيامة. هذول الناس فخر لرسول الله، ماشي اللي قاعدين بس 24 ساعة عاملين حالهم بيصلوا وباهوا كذا بس، بخل وكزازة ولؤم وشح وغيبة ونميمة وكذب وضغناء وشحناء وبغبشين مقرف. ولك إسلام، إسلام ماذا؟ هذا الإسلام، هذا الإسلام، هذا إسلام الصادقين. اللهم اجعلنا من الصادقين. هؤلاء أيها الإخوة، يعني أنا ذكرت أن أبا حامد هو الذي ذكر هذه القصة. سأحكي لكم قصة عجيبة جدا عن أبي حامد نفسه. أبو حامد قدس الله سره رؤية في المنام بعد أن مات، وقيل له يا إمام ما فعل الله بك؟ قال رحمني وغفر لي وتجاوز عني بدويبة. وفي رواية دويدبة، كائن حقير صغير. شو نبأ الدويدبة هذه؟ قال كنت أكتب يوما في أحد كتبه الشرعية أو الفكرية، أكتب فجاء الدويدبة، يعني كائن صغير جدا جدا، تشرب من سن من سن القصبة، تأخذ شوية حبر يعني. قال فتركتها، توقفت عن الكتابة لأجل هذه الدويدبة، فرحمني بها الله تبارك وتعالى. أبو حامد كيف إنسان ينفق على المسلمين عاد ويعطي من ماله، يعطي من عرقه، يعطي من تعبيه، يعطي من من طعام أولاده، من لباس أولاده،
شوي بتواضع في لباس ولباس أولادي ويعطي الإخوان يعطي لأهلي للمسلمين الفقراء للمحتاجين للمأسورين للغلابة. إيش هذا؟ إيش هذا؟ ماذا سيقولها عند الله؟ سيقولها الكثير. مش ما أقولها مش بس تصلي وتصوم، لا مش هذا الإسلام. وتتكلم وتقول القرآن بصوت جميل، لا 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 مش هذا هو. سام شيء ثاني، هذه الأشياء كلها عشان إيه؟ عشان توصلك لهذا الشيء، الصلاة والصوم والقرآن عشان توصلك تصير زيك. إذا ما صرتش مش هتنفع معنا كلام فارغ. شو الله بده حركات؟ الله بده حركات؟ ما وصلتش، ما استفدتش منه ولا حاجة أنت، مش هتنفعك. فهذا يقول أحدهم: كنت أرى عمرو بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتردد بعد وفاة منصور ابن المعتمر، تحدثنا عنه في خطب السنة الفارغة. هذا منصور المعتمر عجيب الذي كان يشبه بالجذع، الوالد قال له يا أمة، يعني يا أمي يا أمة، أين الجذع الذي كنت أراه على إيه على بيت جيراننا؟ فبكت أمه قالت: يا بني هذا لم يكن جدعا، هذا منصور ابن المعتمر كان يقوم الليل ومات. يقول شو طول الليل جدع جدع، يركع ظل وركع من 5-6 ساعات، يسجد يبقى ساجدا. منصور ابن المعتمر قدس الله سره توفاه الله. فكان عمرو بن قيس رضوان الله عليه يأتي يتفقد أهل منصور 10 سنين، يقول أرى كل يوم يتفقدهم مع الكيس في أكل شرب ملابس وأشياء كل يوم، قال 10 سنين بعد أن توفي منصور بن المعتمر. ما هذا الأخوة في الله؟ ما هذا الصدق يا أخوان؟ شيء عجيب. رضوان الله تعالى عليه أحلهم الله منازل الرضوان من فضله وأذهب عنهم الحزن أنه غفور شكور. طلحة بن مصرف أيضا، طلحة بن مصرف كان يتردد على أم عمارة بن عمير. عمارة بن عمير أمه كانت أعجمية وتوفي أي عمارة هذا. فكان أي طلحة بن مصرف يتردد عليها أيضا قريبا من 20 سنة يتفقدها كأنه أمه، وهي أم أخيه في الله عمارة بن عمير وأعجمية ما كانت عربية، يتفقدها قريبا من 20 سنة يوميا يمر عليه ويستخفي. كيف هم فضحوه؟ يعني فضحوا هذا المسك الضواع الفواح، ترقبوه ايش بيسوي كل يوم؟ بتخش من زقاق كذا، بدخل بتسلسل، بدوش حدا يشوفه الا الله تبارك وتعالى، ما بده حدا يشوفه، يعني الله عز وجل. يا اخي ما هؤلاء؟ ايش هالناس هذول؟ هذا الاسلام، هذول بدهم اخره. والله نستحي، انا شخصيا بستحي لما اقرا هذه الاشياء او حتى اذكرها، بستحي بستحي اتخيل انني مسلم وهؤلاء مسلمون، بستحي كثير. لا لا، فرق بعيد بيننا وبينهم، فرق كما بين السماء والارض يا اخواني. فهؤلاء لو رأونا يعني هل سيظنون اننا مسلمون؟ ممكن يرتابوا يقولوا هؤلاء مسلمون، ممكن يعني يتغيروا يصدقوشنا دول مسلمين شيء مسلم، خاصه اذا عرفوا ايش قبائحنا وفضائحنا وكيف نتعامل وكيف نتصرف وكيف نلعب بالاسلام احنا اصلا. حيقولوا مستحيل هؤلاء، هؤلاء ما امنوا قط. كما قال الحسن البصري، قال: رايت اقواما لو رايتموهم لقلتم مجانين. عن مين؟ عن الصحابه. قلتم مجانين هذول، مستهترون، مستهترون دائما بذكر الله وبعمل الصالحات بشكل غير عادي، مثل الانسان مغلوب على امره فعلا بالخير. قال: لو رايتموهم لقلتم مجانين، ولو راوا خياركم لقالوا ما امن هؤلاء قط. ولو شافوا احسن واحد فيكم يقولوا ايش هذا؟ هذول مش مسلمين، عرفوا مش هذول، مش عطاقتنا هذول، مش منا. فرق كبير يا اخواني، فرق كبير جدا جدا. نسال الله يصلحنا بفضله ومنه. دخل زين العابدين، تعرفوا زين العابدين؟ علي بن الحسين، حسين ابن علي بن أبي طالب، هذا زين العابدين عليه السلام، عليهم السلام أجمعين. دخل زين العابدين على محمد ابن أسامة ابن زيد ابن الحب ابن الحب، هذا حفيد أسامة، حفيد زيد عفوا ابن حارثة، على محمد ابن أسامة ابن زيد يعوده وقد اشتكى، أي مريضا يعوده أي من مرض. فلما راه محمد ابن أسامة رضوان الله عليهم أجمعين بكى، فقالوا لينزل عليه السلام: ما الذي يبكيك يا محمد؟ قال: زين علي في دين كبير، يبدو أنه إيش حل وقته، أجى وقته الآن يعني. فقال: كم هو؟ قال: 15,000 دينار، مش درهم، 15,000 دينار ذهبي، يعني 15,000 ذهبية، ثروة ثروة شيء عجيب، كيس كبير كله ذهب. هاي معناها، تتخيل دائما نقول دينار مباشرة إيش تخيل إيش ذهب، قطع ذهب، الدينار كان ذهب، ف 15,000 قطعة كذا كان الدينار حجمها، 15,000 قطعة كذا ذهبية، سموها العثمانية كانوا، هذه العثمانية يعني شبيه بالدينار يعني زمان. أكبر فيها بس فشيء عجيب بلبسوها نسوان صار في الأخير ها يتزينوا فيها بالعثمانية الواحدة زينة كبيرة وما إلا المرأة الغنية جدا والعثمانية الواحدة كيف 15,000 ذهبية مبلغ هائل جدا 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 قالوا 15,000 دينار قال هي علي يا أخي انتهى خلاص قضى له الحاجة إيه هني قلبه إيش يجي عند الله مش بيجي عنده ملايين وبقعد يحسب بالكالكوليتر
2.5%، اصحى تكون 3%، انتبه ارجع عيد اختار يا اخي، بصير اختار يكون غلطان انا، برجع ببخى على ربه. هذا شو هذا يا اخي؟ ايش اللوم هذا والغباء هذا؟ هذا غباء، هذا والله غباء. تعرفون ليش غباء؟ انا بس وصف نبوي هذا. الغبي هو من ينظر ومن يعيش ساعته، غبي هذا. والذكي هو من يعيش ماذا؟ مستقبله. وين المستقبل البعيد احنا؟ مستقبل حقيقي، وين هو؟ ما في عند الله هذا مستقبل، بدك العبد هذا هو. من وين جبت هذا؟ من النبي قال، قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قال هذا حازم، قال ذكي، قال هي الذكي، قال النبي هي الرجل البطل الذكي اللي بيعمل اللي بعدين، ما بيعمل الساعة تحت رجليه بس بتطلع، حيروح هذا تحت رجليه، حيروح بعد ساعة كله حيروح، انتبه في الساعة كل شيء بروح. قال والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يعمل بده إياه والله غفور رحيم والله حيعطينا إن شاء الله، والله مش عارف إيش يا أخي، يا أخي واخرج دتا وأن غفر لنا، قال الفضيل، حتى لو الله غفر لك، زي ما قال حسن البصري، قال هب أن المسيء قد غفر له أفلا يفوته ثواب المحسنين. طب ما فيش عندك نوع من الغيرة؟ ما فيش عندك طموح؟ ما فيش عندك نفس طماحة متطلعة طولعة هيك؟ يعني ترضى تكون بالدون هيك ويرضى بالدون من كان دونه؟ مع أنه فيش في الجنة دون، بس قياسا إلى غيرك حتكون دون، سوف تكون دون، تكون في أسفل الجنة. فيش عندك طمح أنك تكون فوق أنت أولادك وأهلك وأزواجك وحرياتك؟ على الأقل عندك مقام، غد برضو في مقامات يا أخي بالجنة طبعا، عدل في الرب عز وجل. اعمل لما هناك يا رجل، اعمل اعمل ولا تبخل، أنفق كل موجود والله العظيم. ورحمة الله على شيخ الإسلام الموفق ابن قدامة قدس رسوله، أذكر له في رسالة لطيفة جدا يقول فيها رحمة الله تعالى عليه، قال لو توهمت، وهذا الوهم صحيح طبعا، توهم معنى التصور، تصور يعني، يقول لو تصورت، لو تخيلت، لو توهمت، قال كل لحظة من لحظات الدنيا تعملها أو تعمل فيها صالحا كم يناسبها ويقابلها إيش من لحظات الآخرة؟ أبد، لا إله إلا الله طبعا. أي ساعة ساعة يعني 10 دقائق تقضيها في ذكر الله كم سيمتد ثوابه في الآخرة؟ للأبد، ما ملوش نهاية. فهذا يجعلك ضنينا جدا، يقول بماذا؟ بكل لحظات عمرك، ما تحاولش تضيع ولا دقيقة معناها بصراحة، ولا دقيقة إيه حنضيعها، لأنه كل لحظة حيقابلها سعادة هناك إيش؟ أبدية. فمعناها إيه؟ وكل عمل صالح حيساهم في رفع إيش؟ درجتي ومقامي في الجنة، وللأبد حنضل. لا لازم نعجل نعجل. ومن هنا كانوا يعملون عملا لا مزيد عليه، كما قال إيه إبراهيم التيمي قدس الله سره، قال والله لو قيل تقوم الساعة الآن ما زدت أو ما قدرت، ما قدرت على أن أزيد في عمل. الحين يقول حتقوم الساعة ما يحضر، لأنه بيعمل على آخر ما عنده مش تارك. سيدنا عمر كان يحاسب نفسه على إيش؟ على الأنفاس، على كل نفس، النفس الواحد يحاسب نفسه، مش على الساعة والساعتين، على النفس. هذول رجال الآخر يا أخوان، هذول فعلا يرجون الله واليوم إيه؟ الآخر. هذا هو رجاء اليوم الآخر، هذا الرجاء مش بالكلام بالأماني، قال أتبع نفسه وهواه وتمنى على الله، الله حيعطيه على يعطيه. بينك وبين الله نسب؟ ما فيش بين أي عبد ولا الرسل والأنبياء وبين الله نسب، صح؟ سيدنا محمد قال له فاستقم كما أمرت، قال له بتروح هيك هيك إذا لأذقناك ضعف الحياة، قال له وضعف الممات. شيء شيبة خوفة والنبي هذا. فأنت جاي تقول لي الله يعطيني، الله يعمل لي، الله يحبني، ليش؟ عشان إيش؟ من كثر عبادتك، من إخلاصك، من السر الكبير بينك وبين الله، من العطاء اللي بتعطيه باستمرار، ليه؟ ليه؟ عشان بعمل ذنوب كثيرة وبقول الله يغفر لي، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الحوربة ومن عمل بصيرة. أهو أن يتخبطنا الشيطان في الحياة مش عند الممات كمان. في الحياة هذا يلعب بهم الشيطان كالكرة، وهو قال في ناس قال ألعب بهم كالكرة. ومصدقين حالهم، مصدقين حالهم أنهم يعني ربما سيحتاجون منازل الصديقين، قال هكذا يعني برحمة الله. رحمة الله قريب من المحسنين. رحمة الله بتخليك إيش؟ مغفورة لك، تغفر لك، بس ما بتعطيك مقام عظيم في الجنة، لا. النبي إيش قال؟ قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أو يقول الله تعالى لعبادي يوم القيامة: يا عبادي ادخلوها برحمتي واقتسموها بأعمالكم. شفت كيف؟ مش من عندي هذا الكلام، هذا فقه نبوي. ادخلوها برحمتي، كل من دخلها ما بدخلها بعمله، دخلها برحمة الله. لكن بعدين كيف الدرجات؟ بالأعمال عاد المقبولة حسب عملك. هذا عدل، الأول فضل والثاني ماذا؟ والثاني حدث. الأول فضل، دخلنا الجنة برحمة الله، والله هذا فضل منه ونعمة، بعدين نقسمها برحمة الله، هذا هو العدل حسب عملك. بدك إيه؟ بدك تصل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعود إلى موضوع قضاء الحاجات. جاء مرة جماعة من التابعين الحسن البصري في قضاء حاجة أخ من الإخوة، يستقضونه حاجة، فقال نعم اذهبوا إلي. طبعا محملهم رسالة، حسن البصري بيقول لك كذا كذا، حسن البصري
ومروا على ثابت البناني. طبعا ثابت كان في نفس فورد الفترة ما شاء الله بيعيش كلهم فترة واحدة كانوا. ثابت البناني تلميذ ايش؟ انس بن مالك حدث عنه غير مرة مشهور هذا تابع الجيد. قال مروا على ثابت. الان شوف قارنوا بين فقه ثابت البناني وبين فقه حبر القرآن حبر الأمة ابن عباس عاد اللي ترك اعتكافه وهو غلام. شوفوا هذا فقه كبير فقه ابن عباس يختلف سبحان الله. فمروا على ثابت فقال لها انا معتكف يعني ما بقى اعتكاف نروح نعمل شغل لا خلينا في الاعتكاف. فعادوا الى الحسن لأن هذا ثابت كان اوجه ايش من سيذهب معهم حسن ما ذهب ايش فهلا يعني. فقالوا يا ابا سعيد يقول انه معتكف. فتأفف الحسن قال قول له يا اعمش. قال عذوا له بمنع بعضهم او اقول له يقول لك ابو سعيد يا اعمش اما علمت ان سعيك في حاله اخيك المسلم خير لك من حجه وحجه او من حجه من بعد حجه. لو يقول هيك يضرب شوي حسن فراح ويقول لك يا ثابت كذا كذا كذا. قال نعم نعم صدق الحسن وخرج معهم في حجه في اخي. ابن عباس كان افقه من ثابت البناني طبعا غير رحمه كان عارف هو شو ايش اعتكاف ايش تمشي في الحاجة أحسن من اعتكاف شهرين ومش في مسجد البصرة في مسجد رسول الله اللي بتضاعف فيه الأجور ألف ضعف تضاعف فيه الأعمال والأجور ألف ضعف عليه الصلاة وأفضل السلام. كان بعض أسلافنا الصالحين يا إخواني وأخواتي يشترطون على إخوانهم في السفر في شرط. إيش هو الشرط؟ قالك الشرط الخدمة. إيش في خدمة؟ إيش في حاجة عمل أعملها؟ طبعا هذا اللي بيشترط إنسان يعني إيش الناس تسعى إيه وتحرص على صحبته مهم يعني يكون زي إبراهيم ابن أدهم عامر ابن عبد قيس وأمثال هؤلاء. وهذان كان من المشترطين اشترطوا كانوا تحب تصحبني أنا ابن أدهم على شرط. إيش شرط؟ ما بقولش تخدموني وتريحوني وتدلعوني ولا أنا أخدمكم أنا الخدام تبعكم أنت مولانا أنت. يقولون لا أنا الخدام تحبوا ما تحبوش أنا بسافر لحالي خشها. وعامر ابن عبد قيس كان هكذا يشترط عليه الخدمة عليه. حكى الإمام ابن رجب الحنبلي قدس الله سره في لطائف المعارف نعم عن أحد الصالحين من أسلافنا وكان أيضا من المشترطين مثل ابن أدهم وعامر ابن عبد القيس رضوان الله عليهم أجمعين. وفعلا فكانوا إذا صاروا إيه في السفر وأراد أحدهم أن يغسل ثوبه ويقول إيه شرطي تضحكوا كم شرطي هذا المسلمون عند شروطهم فيغسل الثوب يغسل له لا أشرط عليه شيء يغسل لي. إذا أراد أحدهم أن يغسل رأسه يقول شرطي أنا بغسل لك رأسك بفلي لك يا وزبط لك يا أنا بالأشنان وبالصابون أنا بغسل لك رأسك أنا الخدام تبعك. فيخجلهم كان رجل صالح يعني من أهل الله وأهل العلم والقرآن. فخلص ما في شرط المسلمون عند شروطهم. يقول ابن رجب فلما مات وكشفوا عنه الغسل وجدوا مكتوبا بين الجلد واللحم هذا رجل من أهل الجنة قدس الله سره. نعم مكتوب بين جلد ولحمه. أنا متأكد والله أعلم يعني إلى حد بعيد أن هذا لم يكتب إلا بعد وفاتي يمكن ما كانش عارف به قدرة الله الله بعث هذه الرسالة. هتقولي بين جلد ولحم إي والله فهذه كانت شهادة من الله له حتى يعرفه إيش أن الله شكر له ما صنع أن الله شكر له وما هو أرجع عمل عمله هو هذا خدمة الإخوان. ما قال لك أحب الأعمال إلى الله سهور يدخله على قلب المسلم أو يقضي عنه دينا أو يسد له جوعة إلى آخره. أكثر شيء الله بحبه هذا أكثر شيء. قال هذا رجل من أهل الجنة بين الجلد واللحم قدس الله سره ورضوان الله تعالى عليه. سأل رجل أبا سليمان الداراني يا أبا سليمان الرجل يكون بأفريقية والآخر يكون بسمرقند يكون أخوين ممكن يعني؟ قال نعم. قال كيف؟ قال يكون في نية أحدهما أنه إذا لقي أخاه وأساه بكل ما يملك بالجاه وبالبدن وبالمال وكفرته أول ما تخب أقول بالدواسيب كل ما أستطيع فيكون أخا إيه إن شاء الله لهذا الإنسان عند الله تبارك وتعالى بالنية بحسب إيه نية الإنسان. أخيرا قد أطل قليلا حق الإخوة أيها الإخوة في الزيارة أن تزوره. وفي الحديث الصحيح ذكرناه في الدرس السابق وحقت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتزاورين في. يقول أبو مسلم الخولاني قدس الله التابعي الجليل في أبو إدريس وفي أبو مسلم هذا أبو مسلم. يقول أبو مسلم الخولاني قدس الله سره أتيت مسجد أهل دمشق يعني مسجد دمشق مسجد أهل دمشق فوجدت جماعة من كهول الصحابة كهول يعني فوق 30 لعند 40 هيك كهول الصحابة وقد تحلقوا حول شاب هو أصغرهم سنا هم كهول هو شاب لسه في العقد الثالث كان أصغرهم سنا أكحل العينين براق الثنايا فإذا اختلفوا في أمر ردوه إليه يبدو عليه أعلم واحد وأحكم واحد
بتكلموا بتكلموا بتدرسوا بصير في خلاف اجتهاد برضو انت شو تقول يعني ينفصلون دائما ايش وينتهون الى قوله هو الغايه. قال فسالت من هذا شاب شكله جميل هيك فقيل هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله رضوان الله عليه معاذ بن جبل وانتم عارفين معاذ حكينا عنه المره هذيك بس ما حكيناش الان بدنا نحكي معاذ هذا كيف كان يقوم بحاجات اخوانه القائد العالم العابد الزاهد كيف كان يقوم بحاجات إخوانه؟ كان يقوم بحاجات إخوانه حتى أفلس والنبي نفسه عمل له كما نقول الآن تفليسة حجر عمل له حجر أحكام الحجر إذا الواحد تصرف في مالها كذا ببعزق يعني بس هذا وين كان يبعزق؟ على من؟ على إخوانه يحصل هذا يقطع هذا الدين خذ 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 شيء عجيب سبحان الله شخص مثالي على فكرة ولذلك كان شبه بإبراهيم إبراهيم كان يسموه أبو إيه؟ كان يسمى أبا الضيفان سيدنا إبراهيم كان يلقب بأبي الضيفان من شدة كرم إبراهيم أي واحد يجي يذبح له ما فيش أي واحد في النهار يذبح له ومعاذ كان يشبه بإبراهيم سبحان الله في جماله العلم اللي عنده الزهد الفصاحة الربانية الكرم شغل سبحان الله وقائد جيش معاذ شخص غريب قدس الله سره الكريم تفهم تقرأ عنهم تحب أن ترى تقعد تتخيل فيهم وتتمنى حين الموت وأن تقوم القيامة حتى تلتقي بهم الناس أنا من أكثر الأشياء تحببني إيش في الآخرة أن ألتقي بهؤلاء الناس الصحابة الكبار هؤلاء كانوا الأنبياء أخي الأنبياء غير شكل شيء مختلف تماما طبعا وبالعلماء هذول الغزالي وأبو حنيفة والشافعي وابن تيمية وابن القيم والسيوطي والنووي والشعراني وفلان وعلا شيء سبحان الله وتشوفهم كلهم تقول معهم وابن عاشور والشيخ الحسني والشيخ ما عارف مين شيء شيء لا إله إلا الله هذول زي الأنبياء هذول الله عليهم الله ألحقنا الله بهم وحاشرنا معهم تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام فالمهم قالوا هذا معاذ بن جبل فالنبي عمل له حجر طبعا قال له تعال عاد بدنا نبيعش عندك ونعطي ايش الغرماء انت خربت الدنيا قال له هيك ما فيش كريم كريم ما اقدرش انا هيك طبيعتي فقال له هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله قال فلما ايه يعني حضرت العتمه ذهبت الى الصلاه فلم ايه فلم اجده ما جاش ثم غدوت ما الغد التقي بي قال فلم اجده لم اصبه قال فلما خرجت وجدته عند الساريه حتى يقول أبو سلمة وجدت الشاب لأنه شاب كان وجدت الشاب ومعاذ عند السارية يصلي قال فصليت أنا فلما سلم دنوت منه وسلمت عليه وقلت له يا صاحب رسول الله إني لأحبك أنا بحبك حتى شفتك هي الكلب هفا إليك قال ماذا ومدني إلي أخذ من ذي تلتين هيك ومدني إلي قال ماذا قلت في رواية استحلفه بالله الله كلامك هذا صحيح المهم هذه الرواية لا المهم قال ومدني لي قال أعد علي ما قلت قلت إني لأحبك في الله قال في رواية أبشر أجدك البشرة قال له أبشر قد سمعت حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الرسول يقول المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة أبشر قال له خلاص أنت أصبت هذه الكلام إن شاء الله بحبك لي فرح هذا أبو سلمة وشيء خرج مسرورا قال فخرجت فرحا فأصبت مين عبادة بن الصامت صحابي جيل آخر صحابي جيل آخر قال أصبته فحدثته بحديث معاذ قلت معاذ حدثت الحديث العظيم هذا قال نعم وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى حقت محبتي للمتحابين في وحقت محبتي للمتزاورين في وحقت محبتي للمتباذلين فيه وذكر ثلاثة فقط المتحابون في الله نفس الحديث على منابر من نور يوم القيامة في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله قال له صح كلامه ما أنا سمعت من رسول كلام هذا هو سمع وأنا سمعت فتأكدت البشرى فتأكدت البشرى طبعا القلوب على حسة بتحبني بحبك ما فيش كلام على فكرة وأقول لك والله بحبك وأنت ما بتحبه كذاب هو كذاب والله بحبك يا أخي أنا ما بحبك ما عندك كذاب تكذب علي عندك شغلة لا القلوب لا تكذب لها لغة أصدق من كل لغات اللسان وأصدق من حلف الأيمان ما فيش ولذلك ما تحاولوش إيه ما حاولوش إنسان يخدع أخاه وحبك في الله شو تحبني في الله مبين يقول مجاهد بن جبر كنت جالسا مرة مع عبد الله بن عباس فمر رجل فقال ابن عباس هذا الرجل يحبني قال هذا الرجل بحبك كثير فقلت له أن لك علم ذلك من وين لك المعرفة هذه كيف عرفت هذا مجاهد تلميذه أن لك علم ذلك قال أنا أحبه شوف يا أخي الفقه عندهم فقه فقهاء قلوب كانوا هم فقهاء مش فقهاء ورق وأحكام حلال حرام بس فقهاء قلوب كانوا عباخر كانوا ناس عقول كبيرة جدا جدا كانوا
لها نفوذ كبيرة، ولا يلد الفكرة الكبيرة إلا الإيه؟ القلب الكبير، قلب كبير مش عقل كبير، قلب لازم يكون قلب كبير. قال أنا بعرف إنه بيحبني هذا، مع إنه ما قالوش هو ابن عباس، قالوا كيف تعرف؟ أن لك علم ذلك؟ قال قلبي يحبه، أنا أحبه، وإذا أنا بحبه أكيد هو بحبني، ما فيش كلام. وتذكروا قصة مين؟ إبراهيم بن أدهم مع الرجل الشاب هذا الشامي، سبحان الله كيف الله يسر هذا لهذا. في قصة أيضا حكيتها قبل سنوات لما حكيت قصة ابن أدهم، عجب برضو من العجب، مثل قصة ابن أدهم ما تقل عنها، إذا مش يعني أزيد، ممكن يأزيد منها قليل. ذكرها أبو الفرج بن الجوزي في مناقب الإمام أحمد رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، قال لما خرج أحمد من المحنة، عارفين محنة أحمد الشيعة خلف القرآن، طبعا المحنة بدأت أيام مأمون وإيش وتمت أيام المعتصم أخيه وضرب، طبعا أحمد وسجن وضرب وكذا، اتبع المسلم في ذات الله عز وجل وصبر واحتسب ودعا المعتصم واستغفر له هو كذا، ما فيش عنده قلب سليم قلب كبير. فلما خرج أحمد المحنة طبعا وأخرج عاد إلى بيته، خشي أن يزوره أخوه إسحاق بن راهوية. ليش يعني خشية؟ ما بدوش إمام كبير زي هذا يجي يتكبد من مره عشان يزوره في بلده. قال لا أنا بروح أزوره يا أخي، شو ليش العظمة هذه؟ مع أن لو واحد فينا يقول لك لا أنا يا أخي أنا تبهدلت وانسجنت وكذا، يجي على الأقل هو يهنيني أنا يا أخي وبزعله. قال لك لا 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 لا، هذا إمام جليل، وأنت إيش يا أحمد؟ أنت أجل من إسحاق بلا شك، الأمة قالت كلمتها، أحمد أجل من إسحاق بن راهوية وكلاهما جليلان. قال لا هذا إمام كبير وشيخ الإسلام وحافظ، لا أنا بروح أزوره. يا الله. طبعا يا اخواني اسماء المحدثين مثل مردوية وراهوية هكذا تلفظ عند المحدثين، عند النحاة ابن راهوي وهكذا مثل سيباوي، لكن عند المحدثين بدونش راهوي، غلط، عند المحدثين راهوية، اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي ابن راهوية قدس الله سره، هيك المحدثين يرفضونها غير لفظ ايش النحاة، انتبهوا. المهم فقصد ايش؟ فقصد الري، الري فيها اسحاق ابن راهوية، فقصد احمد الري قدس الله سرهما، فدخل هي البلد قريبا من المغرب، فقصد المسجد فصلى، وإذا بالسماء ترسل عزازيلها كأفواه القرب، منظر شديد غزير جدا، وصلى هي العشاء الآخرة، ثم أرادوا أن يغلقوا المسجد قريب جدا مما اتفق في قصة إيش إبراهيم الأدهم، سبحان الله، بس هذا برأيه في الشام. فقال أخرج يا عبد الله، عارفينه هذا أحمد بن حنبل دي كنت تسمع فيه شيخ الإسلام، وما قالهمش إن أنا أحمد بدوش صراحة. أخرج قال يا إخواني هذا بيت الله وأنا عبد الله، هذا بيت الله وأنا عبد الله، اتركوني. قالوا اختر أيما أحب إليك، تخرج أو نجر برجلك، يعني نجرك برجلك، تخرج أو نجر برجلك، هيك لفظ فصيح هذا، أو نجر برجلك. قال فقلت سلامة، لا سلامة ما بدناش مشاكل حنخرج مسكين يا محمد، بس هو لو كلف خاطر يقول لهم أنا أحمد حنبل حيبوس رجلي، بس ما بدوش هو، لأنه زيارة لله، زيارة عملها لوجه الله، تزور أخوه سوف يزور أخا له في الله، وأنت حتقول لي على شيء كبير؟ كبير جدا، أن تزور أخا لك في الله؟ الله أكبر. روى الدارقطني بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ بلى يا رسول الله. طبعا قال أبوكم من أنتم فيكم بكون من أهل الجنة؟ برجالكم من أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي من أهل الجنة، والصديق من أهل الجنة، والشهيد من أهل الجنة، والغريق من أهل الجنة، والغريب اللي إيش بيحبوا يدفنوا أولادهم، العكس هو الغريب من أحسن ما يكون، والغريب من أهل الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر من أهل الجنة. انتهى الحديث وختم به، الرجل يزور أخاه في ناحية المصر، يعني مش خمس دقائق يعني عاد تقول لي أخش الجنة خمس دقائق، لا تكلف شوية يعني شغل مكلف، يعني تروح في آخر البلد، يعني أنت في الحي مثلا كذا وهو في العاي ثلاثة وعشرين، تروح تسافر ساعة ساعة ونص أحيانا يوم، زمان كانوا يسافروا كثير مساكين، شوف من بغداد إلى الري قد إيش الله أعلم كم يوم، عاد كثير على دواب على حمار على بغل بهدلة. في ناحية مصر قال من أهل الجنة. وروى الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن أي عن أبو هريرة: إذا عاد المسلم مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد، يعني من قبل الحق عز وجل ملك، يعني يقول إيش؟ طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. حديث حسن مقبول، يعني المقبول اثنان الصحيح والحسن، هذا مقبول، حديث معمول به في الأحكام وفي الفضائل، طبعا في الأحكام وفي الفضائل. قال طبت نداه مناد، طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. وقال الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: إذا مشى المسلم
يعود أخاه المريض أو يزور أخا له لا يزال يتخوض في الرحمة حتى يرجع، موجات من الرحمة بمشي في إيه، في موجات من الرحمات الإلهية حتى يرجع. واحد يقول بس أنا ما بشعرش، لأنه مش لله طبعا، أنت مش عارفش مش لله، وكيف تكون لله وتروح عنده تغتاب المسلمين؟ أي لله هذه؟ هذه للشيطان، هذه زيارة إبليسية، انتبه. وأنت لحي هو لحي، مشايخ إبليسية، لازم لله، مش من أجل أي شيء ثاني، وتكون في الله وتكون إيه تواصل بالحق، تواصل إيه بالصبر لطاعة الله تبارك وتعالى، بتحاول تزيد إيمانه وهو يزيد إيمانك. ما أحلى الأخوة لما تكون في عين الله، والله العظيم. وكل ما تقعد بتحس حالك إيه بتستمد من أخيك أقباسا من إيه، من أنوار إيه عرفانه ومعرفته، وبزيد. قال صلى الله عليه وسلم صاحبه من إيه، من تذكركم بالله رؤيته ويزيد في علمكم منطقه. لما بتشوف بتحس إنه قلبك برق هيك وبتحب الله عز وجل ورسوله، ولما بتكلم بتزيد حبك إيه، بيزيد حبك إيه الإسلام والدين. هذا خليك معاه، هذا زوره واهتم به وتفقده باستمرار. بس مش التاني التعبان هذا المفلس هذا، هذاك مفلس وخليك تفلس معاه كمان، لا. أو بتحاول تدعو، أو بتحاول إيه تدعو. فمثل هذا يزار، مثل هذا إيه، مش كل أحد يزار. المهم نعود إيش إلى الإمام أحمد الحنبل قدس الله سره، قال فقلت سلاما، قال وجعلت أمشي وإيه والمطر منهمر، بهدل كبير. قال وإيه وإذا إيه بباب يفتح ورجل يقول يا عبد الله أين تمر؟ قلت لا أدري أين أمر، والله ما عارف، عوجي كان مش عارف أنا. قال تعال تعال ادخل. رجل صالح من أهل مرو بارك الله فيه، يمكن من تلاميذ إسحاق هذا ابن راهوية، ما بنعرف. قالوا تفضل ادخل. قال فدخلت فلم يسألني، قال لا عن اسمي ولا عن قصدي ولا إيه عن بلدي، لأنه عيب خليه في الأول شوف حالته أنت. قال ثم إيه نزعوا عني ملابسي وأعطوني إيه ملابس جديدة وأدفعوني، وهناك كانون وفحم ولبود ومائدة منتصبة، وقالوا أصب معنا من طعامنا. قال فأكلت ثم تطهرت للصلاة، ارتاح، دفى وأكل وشرب، ما شاء الله بيت كريم ناس كرماء. ثم نظر إلى الرجل الكريم وقال يا أخي من أين أنت؟ قلت أنا من بغداد. قال حسن ممتاز من بغداد، هل سمعت برجل اسمه أحمد بن حنبل؟ قلت أنا أحمد. قال وأنا إسحاق بن راهوية. الله أكبر، شيء لا يصدق. هيك ولو تواعدتم لاختلفتم في المحال ولكن ليخطي الله أمر كان مفعولا. أحمد صادق في زيارته وإسحاق صادق في أخوته، وهكذا إيش لائم الله بين إيه بين القلبين والقصدين والنيتين. شيء لا يصدق، شيء لا يصدق. يا ريت هذا يمثل تمثيلية صح، يعملوا هيك حلقة واحدة مسلسلات كل مرة حلقة زي هيك، قصة بن أدهم، قصة أحمد. عندنا تاريخ حفيل لكن يحتاج إيه من ينبشه ومن يخرج ويستخرج إيش ذخائره وكرائمه. طلع عندك قصص بالألاف، قصص حقيقية والله العظيم، والله تفخر بهذه الأمة، وليس لأمة مثل هذه إيش القصص والحكاية، قصص عجيبة يا أخي، غريبة جدا هذه، وقائع حقيقية طلعوها مسلوها، خلي الجيل الصغير. الحمد لله والله أنا عز وجل يعني من باب التحدث بنعمة الله، الله نفعني ما شاء ينفعني حين أكون صغير زي محمد هذا أصغر منه والله بأمثال هذه إيه التماثيل التراثية، كنت أحبها جدا جدا أيامها. كانوا أكثر شيء بيعملوها إيش مصريين وسوريين، المصريين بيسووا كانوا إيه عن القضاء في الإسلام، جميل جدا عن القضاء وقصص حقيقية روعة. السوريين بيسووا إيش عن أعلام الإسلام، ابن النفيس، ابن البيطار، ابن زهر، ابن خلدون، الغزالي، ابن رشد، كل مرة حلقة، جميل جدا جدا، كنت أعشق هذا الشيء. ما أعشق لا أفلام ولا تمثيل هذا الفارغ كلام فارغ ولا أحبه، بس هذه الأشياء تحببك في تاريخك، لأن كنت قارئ أنا بقرأ عن التاريخ، وهذا جزء من التاريخ يعاد إحياؤه أمامك، اللباس والعمائم والطيارسة والقلانس وكذا، شيء جميل لو تاريخ مجيد والله، تاريخ لطيف جدا جدا والله. عاد الله علينا بعض هذا المجد وبعض هذا إيه العز. فهذا كله لغة إيه؟ لغة القلوب أيها الإخوة. يقول محارب بن دثار قال لي عمر بن الخطاب لقد أحببت في الله ألف أخ. شوف عمر، هذا جانب مش معروف من شخصية عمر. فك عمر إيه لحاله بس خليفة قاعد على الكرسي كذا بروح ويجي بضرب الذرة والناس كلها خائفين منه. لا، عمر اجتماعي اجتماعي كتير زاد عن اللزوم، يعني عنده حلقة من ألف واحد أحبابه في الله. طبعا عمر لابد أن يحب، كيف ما يحبش؟ خيركم الذي يألف إيه ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا إيه ولا يؤلف. قاعد متوحد مثل طرزان في الغابة هيك لحاله، لا، محبوب عمر، بس محبوب تقربوا إليه وهو بحب الناس ما شاء الله طيبين. قال أحببت ألف أخ لي في الله أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ودورهم. يقول محارب بن دثار يقول إنه كان يزورهم بس ما حبش يصلي بيها،
طبعا كيف تعرف زورهم؟ المحبة في الله أيها الإخوة لا تعني دائما إيه أخوة حقيقية في الله. المحبة إيش هي؟ الحد الأدنى بين المؤمنين إنه في محبة. فإذا استتمت هذه المحبة استحالت ماذا؟ أخوة. طبعا إذا المحبة هذه إيه أصبحت محبة صادقة وكاملة وتامة تستحيل إيش إلى أخوة. طبعا لسنا نرتاب ولا نشك أن المحبة التي تأيض إيه وتصير أخوة بإذن الله ينال إيش أصحابها فالمتصفون بها موعود رسول الله في الأحاديث الصحيحة. سيكون على منابر من نور، وجوههم نور، ثيابهم نور، يربطهم بها الشهداء، لا يخافون يخاف الناس إلى في ظل عرش الرحمن، لا نشك في ذلك. لكن المحبة بمجردها في أدنى درجاتها، واحد شاف واحد ارتاح له أحبك في الله، هل هذا يوجب له موعود رسول الله المذكور في كل هذه الأحاديث؟ نأمل في رحمة أن يكون كذلك، نأمل. لكن ظاهر الكتب العلمية واللي حققوا هذا الموضوع مثل الغزالي وغيره أنهم جميعا حين يتحدثوا عن المحبة والأخوة دائما كانوا حريصين على ذكر ماذا؟ حقوق الأخوة اللي هي بتثبت إيه؟ صدق المحبة. وهو طبعا وإلا هناك دعاوى، طبعا الدعوة دائما تحتاج إلى إيش؟ إلى برهان. يعني لما حارث إيه أو حارث هو ابن نعمان قال له أصبحت مؤمن حقا، طيب كويس دعوة هذه، قال له بدي برهان، بدي برهان، كل واحد يقول أصبحت مؤمن بدي برهان، قال له برهان كذا كذا، قال له إيه عبد نور الله قلبه وعرفت فلزم أو أبصرت فلزم في رواية كل شيء. واحد يقول لك أنا أحبك في الله، جميل إن شاء الله الله يتقبل المحبة تكون صادقة. برهان، وين البرهان هذا؟ البرهان يأتي تلقائيا إذا كانت المحبة صادقة في ماذا؟ في القيام بالحقوق عادة، المواساة بالمال، كذا إلى آخره، على الأقل في درجات زي ما قلنا في ثلاث درجات، على الأقل ما تنزلش عن إيش؟ أدنى الدرجات. فإذا نزلت عن أدنى الدرجات كانت دعوة كاذبة عارية عن إيه؟ أو عارية عن الصحة. فلا تكاد تفيد الكثير، لكن مش شرط ان شاء الله، يعني هذه ملاحظه ذكيه من اخونا ابراهيم بارك الله فيه، مش شرط انه عشان تنال موعود ايه الله تبارك وتعالى انك تتحقق بماذا؟ باعلى درجات ايش؟ المحبه ايه والقيام بالحقوق، هذا الشيء صعب جدا جدا، من يقوم به؟ لا يقوم به، انا اقول لكم لا يقوم به الا الصديقون وكملت الايمان، من عنده ايمان كامل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه النبي يعني أيحب لنفسي. فالمسألة مش حتى مسألة محبة كمان، مسألة برهان على الإيمان. فالنبي يقول لا يكمل إيمان أحدكم، مش معنى لا يؤمن إيش؟ بمعنى إيه؟ مطلق الإيمان. لا، هذا الإيمان المطلق، الإيمان الكامل يعني. مطلق الإيمان لا، بصير حتى إيه؟ ولو لم تحب لأخيك ما تحب إيه؟ نفسك، لكن هذا إيش؟ إيمان ناقص، إيمان منقوص. حتى الإيمان مع المعاصي يكون موجود، بس إيمان إيش؟ ضعيف ومشوب يعني، وأحياناً معطوب كمان. لكن الإيمان الكامل النبي قال إيمان من؟ إيمان الذي يحب لأخيه مثل ما يحب إيه؟ لنفسه. حقول له طيب هو يحب لأخيه أكثر مما يحب لنفسه، يؤثر. فنقول لك هذا مين؟ الصديق. هذه مرتبة الصديقية. أبو بكر الصديق كان هيك صح؟ ليش أبو بكر الصديق؟ كان بيحب النبي أكثر من نفسه، كان بيحب أهل النبي وبناته وأولاده أكثر من نفسه. وهو اللي قال حديث البخاري وبكى قال والله لقرابة رسول الله أحب إلي من أن أصل قرابتي. قال فاطمة أنت حب عائشة عندي وأنا ببديك على عائشة وبحلف على ذلك وبكى هو. قال بس في خلاف فقهي بس ما فيش يعني، لأنه هذا صديق كان يحب الرسول أكثر من نفسه، بحب أهل الرسول أكثر إيه من أهله. قال الحسن البصري قدس الله سره لإخواننا أحب إلينا من أولادنا وأهلينا. الحسن البصري قال هيك، والحسن هذا صادق صديق، هو الحسن البصري من صديق الأمة، ما بيحكيش كلام هيك يعني إيه جزافا، لا 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 هو صادق وبعرف يقول كان أنا بحب إخواني في الله أكثر من زوجتي وأولادي، لإخواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادنا. ليش يا أبا سعيد يا تقي الدين؟ قال لأن أهلينا وأولادنا يذكروننا الدنيا، وإخواننا على استئناف الآن عاد، وإخواننا من طالب الفاصل يذكروننا الآخرة، يعني بنحبهم أكثر طبعا طبعا. وأولادك كله أكل شرب لباس نجح رسب بهلكوك عليك الدنيا كلها دنيا إن شاء الله، والمرة نفس الشيء بتئن وبتئن وبتمن وكذا، هلكوك. بس أخوك في اللي تقعد معاه ما فيش إلا حديث الآخر والرسول والنبي والصحابة والصالحين والجنة والنار والصراط ومش عارف إيه هو والأمة والإسلام، شيء طيب جدا جدا ما شاء الله. فعلا الإخوان جمال هذه الدنيا، لا جمال لهذه الدنيا أيها الإخوة إلا هي بالأخوة. قال أبو سليمان الدراني قد يطيعون الله ويتقربون إليه ويجتهدون في عبادته ولا يكونون إخوانا حتى يتبادلوا ويتزاوروا. وهنا يبدأ الإيمان يكمل عاد بهذه الأشياء. فإن شاء الله يعني أخذ من هذه الملاحظة نرجو لكل مسلم استشعر محبة صادقة لأحد إخوانه المسلمين أن يصيبه بعض إيه؟
الفضل بإذن الله تعالى وبعض الموعود إن شاء الله يوم القيامة. لكن إذا أردت أن تستوثق من موعود الله وأن يصيبك هذا الموعود على وجهه فتظلل بظل العرش وتجلس على منبر النور وجهك نور ثيابك نور لا تخاف لا تحزن، فعليك أن تتخلق بأخلاق الأخوة الحقة هنا إن شاء الله بصدق مع الله بإذن الله تأخذ هذا الثواب كاملا، تأخذ هذا الثواب كاملا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علي وعليكم بالحق وهو خير الفاتحين. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين واحشرنا جميعا برحمتك وفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين تحت لواء محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اسقنا بيده الشريف الكريم شربة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. اللهم أرنا حوضه وأرنا شفاعته واجعلنا في زمرته وأدخلنا الجنة معه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.